الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها عنا الطعن والطاعون. يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أيها المسلمون الأحباء، يخاف الناس فيروس كورونا ينتشر سريعا في أنحاء العالم، حتى تحث الحكومة على الناس أن لا يخرجوا من بيوتهم لكي لا تعديهم هذه الفيروسات الخطيرة. وماذا هو فيروس كورونا؟ هو مجموعة من الفيروسات التي يمكن أن تصيب الحيوانات والبشر على حد سواء. وقبل انتشار هذا الوباء، قد انتشر وباء السارس في سنة 2002 حتى 2003، وكذلك قد انتشر وباء ميرس في سنة 2012. وأما فيروس كورونا كان منتشرا من خلال السعال والعطس وملامسة شخص لشخص. أيها المسلمون الأحباء، حث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف على المسلمين أن يتحملوا مسؤوليتهم في القيام بدورهم في مكافحة هذا الوباء وفي حماية الإنسانية من أخطاره. ووجب كذلك أن نذكر التضحية الهائلة التي يبذلها الأطباء والممرضون وكل العاملين في المجال الصحي. هؤلاء الذين يخاطرون بأرواحهم وأنفسهم من أجل التصدى لهذا المتربص بالإنسانية كلها. أيها المسلمون الأحباء، ثم سؤال الآن، كيف نواجه فيروس كورونا اقتداء بوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الحديث المهم يشرح هذا الأمر عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. رواه البخاري ومسلم. وكذلك شجع النبي صلى الله عليه وسلم الناس على التزام النظافة بالرجوع إلى ما ذكر في حديثه الشريف: الطهور شطر الإيمان. لذا ينبغي لنا أن ننظف أجسامنا وأبداننا لكي لا تصيبنا هذه الفيروسات الخطيرة. أيها المسلمون الأحباء، كما نعرف الآن أن الناس قد تركوا صلاة الجمعة والجماعة وغلق المسجد. وماذا هذا الحكم؟ قالت الإفتاء: لا شك أن خطر الفيروسات المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، خاصة مع عدم توافير دواء صحي ناجع لها. فالقول بجواز الترخيص بترك صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد فهذا قول مقبول من جهة الشرع والعقل. أيها المسلمون الأحباء، وأخيرا، نحن ندعو الله تعالى أن يدفعنا هذا الوباء ويجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله الموافق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.